ينضم إلينا مشاهدينا من موسكو كاتيا طعمي مراسلة العربية، ومن كييف حذيفة عادل مراسل العربية. سأبدأ معك حذيفة، وآخر التطورات بحادثة سقوط مروحية وزير الداخلية الأوكراني، إلى ماذا أفضت التحقيقات الرسمية حتى الساعة؟ مساء الخير ليال لك وللزميلة كاتيا. بعد تكهنات كثيرة وحديث في القنوات الأوكرانية وفي مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية حول ما إذا ما كان هذه حادثة أم بفعل فاعل، طبعا الرئيس فلاديمير زيلينسكي قبل قليل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر مداخلة عبر الإنترنت قال بشكل واضح أن هذه الحادثة أو مقتل وزير الداخلية منستيرسكي هذه ليست بحادثة، قال هذه حرب حقيقية والحرب يمكن إدارتها بطرق عدة، في إشارة إلى أن هذه الحادثة كانت مدبرة. طبعا الحديث حول هذه الحادثة، جهاز الأمن الوطني الأوكراني فتح تحقيق حول هذه الحادثة وقال أنه لديه ثلاثة، يعني يبحث في ثلاثة اتجاهات. أولا هو أن يكون هذه بفعل الأحوال الجوية أو حادثة عابرة، أو أن يكون هذا بتخريب أو بفعل فاعل. طبعا أيضا نفت إدارة الطوارئ أن يكون هنالك، يعني ما نشرته يقول بشكل واضح أنه لم يكن هنالك استهداف في الجو، بعد أن أنه لم يكن هنالك حريق في هذه المروحية في الجو، وإنما الحريق حدث بعد هذه المروحية. طبعا أيضا تحقق أمن الدولة يحقق في مسألة البروتوكول ومسألة يعني خرق القواعد في مثل هذه الظروف، خاصة في ظروف الحرب. طبعا إدارة الطوارئ قالت أن هذه المروحية هي مروحية طوارئ، وهذه المروحية والطاقم عملوا في ظروف جوية صعبة جدا، واستطاعوا أن يجلوا عدد من المواطنين في ظروف مختلفة، لذلك هم جاهزين للعمليات الصعبة، وقد كانوا جاهزين في هذه المهمة لأداء المهمة في ظروف صعبة. هذا أيضا يوحي ويستبعد عملية هذه الطائرة قد سقطت نتيجة حادث عرضي، لأن الطائرة طبعا هي أصلا طائرة طوارئ، هذا من جانب. طبعا اليوم أيضا مجلس الوزراء الأوكراني اتخذ القرار بتعيين إيهار كلمينكو مدير الشرطة الوطنية كنائب لوزير الداخلية، وتم تكليفه من قبل مجلس الوزراء بالتشاور مع البرلمان طبعا بتكليفه بمهام وزير الداخلية، وإلى أن يتم تعيين وزير للداخلية جديد، وهذا الأمر يتم طبعا عبر بعض الآليات وبالتشاور مع البرلمان الأوكراني. طبعا عدد الضحايا اختلف تماما من مما نشرته الجهات الرسمية، الآن لدينا 14 قتيلا بينهم طفل واحد، وهنالك ما يقرب من جريحا، ولكن كبير الأطباء في المستشفى التي نقل إليه الجرحى قال أن لديه 5 من الجرحى في حالة حرجة جدا، بينهم 3 أطفال في حالة حرجة وشخصان بالغين في حالة حرجة، لديهم 30% جروح في الجسم بما فيها جروح في الجهاز التنفسي. من عندك حذيفة سأنتقل إلى كاتيا. كاتيا، هل هناك أي تعليق أو موقف في موسكو حول هذه الحادثة؟ وأيضا يعني على المقلب الآخر، هناك حرب كلامية بين موسكو وبين الغرب بموضوع التسليح، بموضوع طول وأمد الحرب، كل الأجواء من هناك معك. مرحبا ليال، بالفعل لم يتم التعليق من جانب روسيا على هذه الحادثة، فقط تناولتها وسائل الإعلام الروسية طبعا، هذا من جانب. أما من جانب آخر طبعا بالنسبة للتسليح الذي تنوي الدول الاتحاد الأوروبي وواشنطن تزويد به أوكرانيا، روسيا مرارا كانت قد تحدثت أنها طبعا هذا التزويد الدائم وهذا الزخم بكمية الأسلحة هو سيطيل فقط من العملية العسكرية. واليوم كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد علق خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده لنتائج الدبلوماسية الروسية أن واشنطن طبعا هي تسعى لتقويض روسيا من خلال باستخدام أو استغلال أوكرانيا، ومن خلال تزويدها بالأسلحة تطيل العملية العسكرية هناك، وهي تقضي على الشعب الأوكراني بنفسه وليس فقط روسيا. وطبعا تأكيدات الرئيس الروسي اليوم جاءت بأن روسيا
ستستمر في هذه العملية العسكرية وأنها بالتأكيد ستنتصر فيها على الرغم من التزويد الدائم للدول الغربية ولواشنطن بالأسلحة المتنوعة لأوكرانيا ليال. نعم، شكرا لكما مراسلي العربية كاتيا طعمي من موسكو وحذيفة عادل من كييف.